إذا نبدأ على بركة الله على قناة أنصات برو، قناة تقنية تهتم بكل ما هو تقني مفيد في مجال التقنية. فيديو اليوم حول موقع سبميت أد فور فري، موقع جلب الزيارات لموقعك، ترافيك مجاني لموقعك، ترافيك حقيقي مجاني لموقعك. هنا فيديوهات قيمة حول جلب الزيارات لموقعك، فيديوهات كثيرة لزيادة زوار موقعك، لتزيد من زوار موقعك. لاحظوا هنا كرييت أكاونت، هذا هو الموقع سبميت اد فور فري. تضغط على ساين اب من هنا فوق، الرابط تجده في الوصف. نيو ممبر ريجستريشن، فيرست نيم اسم الاول، لاست نيم، الايميل ادريس، كونفيرم ايميل ادريس، هنا الادريس الخاصة بك، سيتي المدينة، ستيت كونتري الدولة، زيب كود او بوست كود. ثم هنا تختار الكونتري موروكو او المغرب حسب دولتك، اختار هنا. هنا اليوزر نيم تختار اسم المستخدم، كلمة المرور تعيد كلمة المرور، which part of the world do you live in، هل تقطن في امريكا، كندا، UK او mainland europe او other. انا ساضغط على other، ثم لم يقوم باضافة افريقيا، وين ساضغط على other، I agree to the terms، ثم submit. كما تلاحظ واضح الامور، سهلة جدا. هذه صفحة الموقع بعد تسجيل الدخول، أغلق هذه الصفحة للتسجيل. لاحظ ما هذا هو الموقع، لاحظ أنا في المرتبة الأولى، سأضغط على أكتواليزي كي لا يقول البعض أن هذه الأشياء التي يرأها ما في الشاشة هي فقط معدلة بإف 12 أو ما إلى ذلك. أصلا صعب تعديلها بإف 12 لأن هناك الكثير من المعلومات داخل الصفحة. لاحظ معي هنا بعد اكتمال تحميل الصفحة أنا أحتل المرتبة الأولى داخل الموقع، تصفحت العديد والعديد من المواقع كما تلاحظ. Today's top 10، أنا في المرتبة الأولى. هنا الويب سايت، كريديت أساينت، 13,000 كريديت التي لدي و 62. هنا معلومات عن الموقع، عن الحساب الخاص بي كما تلاحظ، واضح الأمور. النيم هنا الاسم العضوية، اليوزر نيم، ريفيرال اي دي، سبونسر اي دي، وكل شيء واضح. ثم نفتح صفحة السورفين، هنا لدينا السورف بالاصفر، نذهب الى السورفين اريا ثم سورف فوق، ثم نفتح صفحة في نافذة جديدة. انا فتحتها مسبقا، هاي صفحة السورف، هي هاتي هي صفحة السورف. لاحظ تصفحت 3009، تصفحت 3009 صفحة ولا زلت أتصفح الصفحات. كما تلاحظ لا زلت أتصفح داخل الموقع submit ad for free. لاحظوا هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، المرتبة الرابعة، المرتبة الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، المرتبة العاشرة. يعني كل هذه المراتب تصفحت عدد كبير من المواقع، لهذا ظهرت هنا في الديلي توب 10 كما تلاحظ. فليس من السهل الحصول على هذه المراتب الأولى إلا بعد تصفح العديد والعديد من المواقع، يجب عليك تصفحها والحصول على تلك المرتبة الأولى. إذا نذهب إلى member area، ثم نذهب الى grid click game، grid click game، نفتحها في صفحة جديدة. member area ثم grid click game، ثم ننتظر صفحة، هاي تحملت معنا الصفحة grid click game. الكرنت بريز 110 كريديت، 500 text impression، 120 بانر، 500 سكوير بانر. نضغط على احد البانرات، سكوير بانر، المربعات، ننتظر 10 ثواني، ننتظر 10 ثواني ثم يحولنا كليك تو كلوز. لاحظوا بعد الضغط الاول ربحت، اعطاني هذا الكود، كود اسمه جريد كليك، هذا هو الكود، نقوم بنسخ ذلك الكود، جريد هذا الكود نقوم بنسخه، كوبي هكذا، كوبي كما تلاحظون. ثم نضغط على كوبي سيرف برومو كود، عملنا لها كوبي، ثم هنا كليك هير تو ريديم السيرف برومو كود، اضغط على كليك هير، ثم العودة غدا. اذا سنضغط على كليك هير،
تحول معنا إلى صفحتها ونرى الأنتر الصرف برومو كود، نقوم بلصقه في هذه الخانة. ها هو الكود، هذا هو الكود، لصقناه. اضغط على ادد او اضافة الكود او ادد بالانجليزية. قال لي invalid or expired code. اذا في هذه الحالة ماذا سنفعل؟ سنقوم بنسخ هذا الكود في تكست، ملف تكست، ونعود مرة اخرى لإضافة. لاحظ اضغط على ادد مرة اخرى، نفس الكود لم يعمل. لماذا لم يعمل؟ لأن السيرفر الموقع لم يفعله ذلك الكود، لازال لم يفعله، invalid or expired code. في هذه الحالة أقوم بوضعه في ملف تكست، هذا الكود أقوم بوضعه في ملف تكست وأعود بعد ساعة ساعتين يوم، المهم أعود وها هو وضعته في ملف تكست وأتركه هنا حتى أعود وأقوم بإضافته، ثم سيف انغشتخي او سيف هكذا، ثم اتركه في ملف التكست. بعد ذلك اعود مرة اخرى بعد يوم واضيفه هنا واضغط ارد ويتم اضافته واستفيد منه. يعني لا تقلق اذا لم يشتغل معك الكود الذي اعطاك في الجريد كليك جيم، قم فقط بحفظه واعد ادخاله مرة اخرى بعد يوم او بعد 10 ساعات 6 ساعات. هنا الصفحة الرئيسية، هنا نجد بها في سايت نيوز، هاي سايت نيوز نجد بها كود برومو، كود برومو هنا نجده، اسمه كونفرشن، كود اليوم هو المعلم بالابيض، اسمه كونفرشن او تحويله كونفرشن. ثم اضغط على كوبي لهذا الكود هكذا، ثم نذهب الى انتر كود هير، هاي انتر كود هير. هذا الكود لن يعمل معك الا بعد تصفح 150 صفحة. اضغط على كولي ثم ادد، هذا هو الكود. اضغط على ادد او اضافة، لاحظوا you already submitted this code، لقد قمت باضافة هذا الكود مسبقا. نجده هنا تحته، ها هو conversion، يوجد في خانة completed promo code، يعني اكملته، حصلت على البرومو كود اليوم. عندما تضيفه يقول لك successfully added وتجده في الactive promo code، تتصفح 150 صفحة وتحصل عليه، تحصل على ذلك البرومو كود. سهل جدا، فقط انا اوضح لك بعض الامور داخل الموقع. هذا الكود كل يوم يتجدد، كل يوم تجد كود تضيفه وتربح البونس الذي يعطيك. واضح الامور، لاحظوا صرف 150 سايت after entering the code and check back often for a code about advertising. يعني كل يوم تقوم بعمل تشيك تجد كود جديد تضيفه وتتصفح 150 صفحة وتقوم بإدخاله وتربح الكريديت. ثم نكمل التصفح، هنا نكمل التصفح. تصفحت اليوم 3014، أحسن المرتبة الأولى. المرتبة الأولى تمكنك من ربح 10 سنت و 250 إمبريشن في كل أنواع الإعلانات، يعني 10 سنت إذا كنت تحت المرتبة الأولى. هنا ذهبنا إلى السيرفين اريا، ثم ذهبنا إلى الريورد، ثم السيرفر ريورد. واضح الأمور، سيرفين اريا ريورد ثم سيرفر ريورد. هنا today you have surfed 3025 صفحة. أضغط على 100 كريس هي التي أريد، سأحصل عليها الآن بالضغط على زر submit. لاحظوا your reward has been added to your account. Serve 15 or more sites tomorrow and you can claim another reward. بالنسبة لي 50 صفحة تحصل على 50 كريديت، بالنسبة لي تصفحت 1000 صفحة تحصل على 100 كريديت. أنا تصفحت 3425 صفحة وبالتالي حصلت على 100 كريديت، يعني تجاوزت 1000 ب 2000 كريديت فوقها. يعني وهكذا أكمل التصفح بهذه الطريقة. نكمل التصفح هكذا، ثم هنا السيرفين اريا، ثم لدينا هنا الديلي توب 10، الديلي توب 10. في الديلي توب 10 لاحظ لديك هنا طومي هو الاول ب 10 سنت ربحها و 250 يعني كريدي امبريشن، 250 كريدت و 250 امبريشن في كل اعلانات.
هنا أرتور في المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة باريل، أندري في المرتبة الرابعة، سامي في المرتبة الخامسة، أنا في المرتبة السادسة، أنا في المرتبة السابعة. البارحة كنت في المرتبة السابعة. Yesterday top 10 winners. نتحدث عن 29 شهر 8 في هذه اللائحة. أنا اليوم أسجل الفيديو في 30 شهر 8، يعني أنا الأول في السيرف اليوم. نعمل ريفريش لهذه الصفحة، نعمل ريفريش لهذه الصفحة. لاحظوا معي كل شيء واضح. أضغط على ماي آت، ثم هنا أضغط على ماناج آت. لاحظوا معي هنا سايت، تضيف إعلاناتك لمواقعك. ماي آت ثم سايت، ماناج آت ثم سايت. بعد ذلك يعطيك هذه النافذة. لدي 13000 كريديت و175، وهنا تحت لديك إضافة خانة أدد أو ويب سايت. أضيف موقعك، نحذف هنا، سنكتب أي اسم للموقع، ثم هنا نضيف الرابط. نفعل الخانة، ونفعل الخانة تي ترافيك والكوب ترافيك، ثم أرد. هذه المواقع التي أضفتها مسبقا، ولاحظ كم حصلت من ترافيك عليها، ترافيك إكسجينج ترافيك والكوب ترافيك. أضفت لها كريديت مسبقا وحصلت على زيارات من هذا الموقع. مثلا هنا لدينا 13175، واحد كريديت يساوي واحد مشاهدة. إذا هنا أساين كريديت، نضيف مثلا هنا نكتب كم العدد الذي نريد إضافته، مثلا واحد فقط للتجربة، ثم أضغط على أساين. لاحظ بدل الخانة التي كانت صفر أصبحت واحد. هاي فيوز أساين، أضفت مشاهدة لكل رابط. واضح الأمور إخواني الكرام. ثم نكمل السيرف هنا، وكلما أن تستعمل السيرف تحصل على برايزز، تحصل على البرايزز. يعني هنا هاي هذه تسمى الهيدن برايز جيم. الهيدن برايز جيم تحصل على العديد من البرايزز كما تلاحظ. 173 كريدت إذا حصلت على هذا البرايز. أضغط على هنا البريفيوز وينر، الرابح الذي ربح قبل منه هذا الكريدت. ضغطت على أحد هدايا لم أحصل، سوري دير واز نو لك. ثم أكمل التصفح هكذا عادي، أكمل التصفح عادي جدا. المهم أن أحافظ على المرتبة الأولى داخل الموقع. هكذا نكمل التصفح داخل الموقع عادي جدا، ثم نكمل التصفح إلى أن نحصل على برايز آخر وهكذا. هنا الورد سيرش، هاي حصلت على الورد سيرش. وورد سيرش أو البحث عن الكلمة، إذا جمعت الكلمة كلها تحصل على هاي تحت بانر آد. هنا نكمل هذه الكلمة بالضغط على كليك هير تو كليم يور ليتر. إذا هنا للحصول على الحرف، يو فاوند أنذر ليتر، حصلت على حرف. ذير آر سيفن مور ليتر تو فايند. ثم نكمل التصفح، لاحظ تظهر حرف اي and get banner ads get. ثم نكمل التصفح هكذا الى حين ان نحصل على بونس اخر، اما الكريدت يا اما الامبريشنز يا اما المهم. انت تكمل التصفح وتنتبه للصفحات التي تظهر معك، يجب ان تنتبه جيدا الى تلك الصفحات التي تظهر معك اثناء التصفح، بها البونيس كريديت وبها الامبريشنز، بها الورد سيرش، بها العديد من البونيس، بها الهيدن برايز كما تلاحظ، العديد من الهدايا والمزايا. لاحظ وصلت الى 3111 صفحة. لاحظ معي لازلنا نتصفح. الساعة الواحدة لدينا 38، وصلنا الى 3113 صفحة. ثم نكمل، لا مشكلة، المهم أن نكمل التصفح. كلما تصفحت كثيرا تحصل على كريديت كثيرة وهدايا كثيرة، تحولها لزيارات لموقعك. وأيضا إذا كان لديك روابط الإحالة أو أي شيء يمكنك الترويج لها، روابط سي بي اي، روابط عروض الأفلييت، صفحات الهبوط، صفحات الكابتشر بيج، تروج لها داخل هذا الموقع. يعني جميل جدا، موقع سبميت آد فور فري.
ثم نكمل التصفح داخل الموقع بهذه الطريقة السهلة جدا. نضغط على رقم 4 ثم نكمل هكذا. سهل جدا تصفح داخل الموقع، فهو من أسهل من شرب الماء. يعني سهل جدا تصفح داخل موقع submitadsforfree.com، موقع جميل جدا، موقع رائع جدا للتصفح. وهناك أيضا لايف تشات في الجانب، إذا كان لديك أي تساؤل أو استفسار أكتب لهم باللغة الإنجليزية وسيجيبونك. هذا لايف 24 ساعة على 24 ساعة، يكونون لايف داخل الموقع في الشات في الجانب، استرفر شات بوكس. ثم هنا نكمل، ها أنا وصلت على الهيدن برايس، ها هي كما تلاحظون واضح الأمر. أضغط على إحدى الهدايا بسم الله لنرى هل هناك حظ أم لا. Sorry there was no luck, continue surfing and try next time. ثم تكمل هكذا التصفح داخل موقع submit ad for free. هناك العديد من الهدايا داخل الموقع. هناك الشيست، ها هي هذه الصناديق، تقوم بفتحها. هذه الصناديق تجد بها اما موقع يفتح معك او تجد بها الدايموند. ثم نكمل التصفح داخل موقع submit ad for free الجميل جدا، به السيرفر تايم 7 ثواني. والجميل في الامر أن المواقع كلها تظهر وجميلة، مواقع يعني تحترم الزائر كما تلاحظ العديد من المواقع التي تنشر. لاحظون أن تنشر روابط الأفيليت وروابط الإحالة، روابط العروض، كل شيء ينشر هنا داخل الموقع. إذا كان لديك رابط أفيليت أو رابط إحالة قم بنشره هنا وستحصل على العديد من الريفيرال. المهم أن تجمع الكريديت. هنا نكمل التصفح، هاي ظهر معنا الصناديق مرة أخرى، نفتحه ظهر معي موقع. أظن أنهم لم يعطونا الآن الدايموندز، أظن أن عدد الدايموندز انتهى على ما أظن، لأننا تجاوزنا الحد المسموح للسرف 3152 الساعة 1:45 ليلا. يعني بعد مدة طويلة يعني لا يوزعون دايموندز. ثم هنا شرحنا تقريبا كل شيء، شرحنا طريقة إضافة الموقع، الجريد كليك جيم، تقريبا شرحنا كل شيء داخل الموقع. أريتكم الإحصائيات داخل الموقع، لاحظ معي هنا اكتواليزي لترى كل الإحصائيات أمام أعينك بأم عيونك، يعني كي لا يقول بعد أنني أقوم بعمل F12 أو ما إلى ذلك. لاحظ 13256 بعد تحديد الصفحة، يعني كل هذا العمل اليومي، يعني العمل ثم العمل، عمل سيرفين، تعمل سيرف تحصل على كريدت وتحولها إلى زيارات لروابط الإحالة الخاصة بك، روابط موقعك، أي شيء. إذا كان هذا كل شيء حول موقع submit ad for free. سنلتقي في فيديوهات قادمة حول نفس الموقع لشرحه بالتفصيل أكثر وأكثر. كل هذه فيديوهات قيمة حول مواقع الترافيك وجلب الزيارات لمواقعك المجانية، فقط أتحدث عن المجاني. توجد خطة مدفوعة داخل submit ad for free يمكنك العمل عليها. إذا تقريبا كان هذا كل شيء. قناة وسط برو، قناة تقنية تهتم بكل ما هو تقني ومفيد في مجال التقنية. تحياتي لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.